السلام عليكم أصدقائي. اليوم سنرى في هذا الفيديو une introduction générale sur les règles de BAEL. نشوف فيها les états limites, نشوف les combinaisons d'action, نشوف les caractéristiques mécaniques des matériaux, du béton et d'acier, نشوف les hypothèses de calcul. Le BAEL signifie que le béton armé en état limite. Le B signifie le béton. Ou le kharasana. Comme on sait, le kharasana, c'est un mélange. Il y a un khalet de l'ismente, le ciment, plus raml, le sable, plus les graviers, le hassa, plus l'eau, mais plus les adjuvants, idafat. وهذا كله كيكون لنا الخرسانة أو البيتون. من أجل التذكير الأشياء خصنا نعرفهم. La compression هي من كيكون عندنا الأسهم تيجا واحد كيعطينا واحد لكمبخيسيون انضغاط يعطينا واحد الانضغاط. هذه هي اللي كنسميوها لكمبخيسيون أما بالنسبة لتراكسيون هي الشد. La traction, qui est une traction, c'est une traction. Et donc, nous savons qu'avant de c'est quoi le béton, c'est le béton qui se balle dans la compression, qui joue une résistance, qui utilise une résistance élevée dans la compression. Il y a le qui utilise la compression de mais il est faible dans la traction. لهذا علاش كنستعملوا لي زارماتور لي زاسيي والفولاد اللي كيكون في الخرسانه او لو بيتون. لهذا علاش كنستعملوا لي زاسيي حيت لي زاسيي كيتميزوا لينا بواحد كيتميزوا بلا تراكسيون ديالهم حيت لانه كيخدم في لا كومبريسيون ولا تراكسيون. لهذا علاش كنديروا كيكون في لو بيتون باش يكون اكثر مقاومه. حيت في حالة هنا مثلا كندرسو هنا كنشوفو هنا في هذه الحالة أن البيتون ما فيش الحديد لداخل كيكون عندنا واحد لا غيبتور. هاد لا غيبتور كتسبب لنا في انهيار المبنى حيت كنطبقو عليه واحد القوة ديال هنا كيتسبب لنا في واحد الانهيار ديال المبنى. لهذا ملي كنستعملو لي زارماتور ديالنا فين كيكونو لي زارماتور كاين عندنا من لي زارماتور هنا كنلاحظوا انه كيكون اكثر مقاومه لو بيتون كيخدم مزيان. لهذا هنا فاش كنديروا لي زارماتيو سمينا لو بيتون ارمي لانه كيكون اكثر مقاومه. حتى ملي كنلاحظوا ان في لا كومبريسيون ان لو بيتون راه خدم لنا في لا كومبريسيون هنا خدم لينا مزيان شتي في لا كومبريسيون في الانضغاط. ولكن هنا كنلاحظوا ان الحديد خدم لنا في هذه البلاصه في لا تراكسيون شتي في لاتراكسيون هنا خدم مزيان كنلاحظوا ان نخدم في لاتراكسيون مزيان باش كنعرفوا ان لو بيتون كيتميز لينا بلا مانيابيليتي ديالو التشكيل ديالو وكيتميز بلا ديغابيليتي الديمومه ديالو وايضا كيتميز لينا بلا ريزيستانس ميكانيك المقاومه الميكانيكيه ديالو مزيانه وايضا لا ريزيستانس فو المقاومه للنار تي ان لو بيتون كيلعب دور مزيان في مقاومه النار وايضا ليزولاسيون اكوستيك هو كيخدم مزيان في ليزولاسيون اكوستيك العزل الصوتي وايضا انه ايكونوميكمون مزيان في الاقتصاد ديالو راه مزيان رخيص. اما بالنسبه ليزاسي انه كيخدم في لا كومبريسيون وكيخدم في لا تراكسيون لهذا كنستعملو باش يكون لو بيتون ارمي اكثر متانه اكثر مقاومه في الزلازل وفي اي حاجه باش يكون مزيان. وايضا كنعرفوا ان بالنسبه لو بيتون ارمي اون ايتا ليميت ان خصنا ان ما نتجاوزوش هذيك ليتا ليميت. هذه ليتا ليميت اللي تجاوزناهم غتكون واحد لا غيبتور كما شفنا هنا غتكون واحد غتكون عندنا اون غيبتور انهيار المبنى اللي غيكون. ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا اصدقائي على المشاهده. اضغطوا على الجرس حتى ياتيكم